الله 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 الله، مزيكا تفوق الواحد كده، حاجه لطيفه وموديلات حلوه والوان حلوه. النهارده مره تانية برحب بمصممه الازياء استاذه رضوى سامي اللي مشرفانا منورانا، ويا اهلا باهل دمنهور حبيبي. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ كويس؟ كله تمام الحمد لله. ايه الشياكه دي؟ ميرسي، ربنا يخليك. كالعاده حبيبي، ربنا يخليك. احكي لنا كده، النيو كولكشن بتاعتك مبهجه ومختلفه كالعاده، الموديلات مختلفه، القصات، البرنتس او الطباعه اللي على الاقمشه، احكي لي كده فكرتي فيها ازاي الحاجات دي؟ بص، انا حبيت اخرج بره جو الشتاء التقليدي، الالوان الغامقه والحاجات الكئيبه دي، وحبيت ان انا اعمل الشتاء بينطق شويه او مبهج. انا بحب الشتاء جدا يعني، فقررت ان انا اعمل برنتس خاصه بيا مدخله فيها كل الالوان اللي بحبها. وطبعا مع الرسومات بقى، انا عشان دراستي تاريخيه اكتر فدخلت الحاجات. فكرينا بدراستك التاريخيه. فتشت اثار. ايوه كده. اثار. تمام. فدخلت الحاجات المرتبطه اكتر بحضارات الثقافات، العملات يعني. في بيس طلعت دلوقتي عباره عن عملات كذا دوله مختلفين. الاعلام بعض البلاد. بس انت بتشوفي الفكره ازاي؟ بتشوفي القماشه والبرنت فمن خلالها بتقولي هعمل الموديل بالطريقه الفلانيه، مين بيجي قبل التاني؟ لا بص، هي دي ما اعرفش، هي في لوحدها كده. انت عارف، انت ممكن تشوف حاجتين محطوطين جنب بعض، لونين مثلا فاستين، يجي لك منهم تصميم صحيح، او يجي لك منهم تركيبه لون او موديل، وحاجات مش متخيله يعني. ناس ما تتخيلهاش. ممكن انت تبقى قاعد بتفكر في حته تانية خالص في موديل، والناس بتتكلم في حته تانية خالص لمجرد ان انت شفت لونين كده قررت تركبهم مع بعض. انت بتصنعي حاجتك في عندك ورش، عندك مصنع؟ المصنع بتاعي. بتاعك؟ ده من ساعه ما بداتي؟ انت بقالك كام سنه دلوقتي؟ ده داخله في 5 سنين. بقالك لان انت دي الرقم كام مره استضيفك؟ ده كتير قوي يا شيخ. ما شاء الله، الله اكبر، احسن حد يقر علينا ولا حاجه. طيب انت النهارده مشرفاني ومنوراني، وعاجبني قوي الكولكشن انها كاجوال على بريمي دي، يعني حاجات للصبح وحاجات لبعد الظهر، حاجات كلاسيك كمان هنشوفها دلوقتي. بس بعد الفاصل. فاصل نرجع لك، فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. ايوه بقى مره تانية رجع. على فكره هي اللي عاجبها وهي اللي عايزه المزيكا كده. ايه لذيذه وبحب الحاجات المشخلعه. ايوه. النهارده مره تانية بنرحب بمصممة الازياء استاذه رضوى سامي على وجودها معانا النهارده، وعلى الحاجات الحلوه قوي اللي انت عاملاها. انت اللي عينيك حلوه. وبعدين في حاجه، الايره كانت لابساه اول واحد ده باتش ورك ولا هي القماشه كده؟ لا دي حتت. لا هي الرسمه كده تحفة. تجنن. وعجبني قوي الايد اللي فيها البتاع المنفوش ده. انا بحب قوي برضو الديزاين ده، بحب الديزاين اللي فيه حركة. بصي، كل حاجة من الحاجات المرة دي ليها قصة او مختلف عن التانية. مش كده؟ انت تحس ان هي مش عارف تحدد هويتها افريكان ولا انت ده قصدها؟
اوكي، يعني مفيش لون موحد للكولكشن، مفيش هويه موحده للكولكشن، هي خليط. بالظبط. انا بحب دايما الديزاينر يبقى له بصمه كده مميزه في كل تصميم هو بيعمله. يعني انا في ناس كتير بيقولوا لي دلوقتي احنا بقينا بنعرف حاجتك، ناس ماشيين بنقابلهم بره مصر مثلا في مولات بنبقوا عارفين ان دي حاجه رضوى، يعني من شكلها ده من الوانها ومن ستايلها، ده بيفرحني قوي. انا بحب التاتش ده. طيب الناس عشان تشتري الحاجات دي تعمل ايه بقى؟ بتتواصل معانا ازاي؟ انا نازل فيسبوك والانستجرام على الشاشه. انت مش عامله محل او بتبيع في محلات؟ لا، قريب بقى هعمل شوروم كبيره باذن الله في دمنهور وفي اسكندريه. والقاهره ايه؟ يا ان شاء الله. والصعيد لا ليه؟ مع اني انا عندي والله فئه كبيره قوي في الصعيد بموت فيهم طبعا، بيحبوا يلبسوا قوي على فكره. هم اصحاب ذوق عالي قوي بجد. ده اللي انا اكتشفته لما دخلت فعلا المجال. طول عمرهم اصحاب ذوق عالي. لا بجد عندي فئه عريضه في سوهاج والمنيا وناس بتموت في الشياكه. طول عمرهم الحاجات المختلفه طول عمرهم كده. طيب هتفتحي ان شاء الله باذن الله في دمنهور وفي اسكندريه باذن الله. مين بيساعدك في تنقيه الكولكشن في الالوان؟ والله يا شريف بص انا ديكتاتوريه قوي في الموضوع ده. مفيش حد؟ يعني ممكن، يعني مش مفيش حد، انا بكتسب كده افكار من كل حاجه حواليا. يعني انا ممكن اشوف بنتي مثلا عامله رسمه عجبتني الوانها، ممكن يطلع لي منها ديزاين. ابني بيعمل حاجه على اللابتوب عجبني يطلع ديزاين. يعني انا كده يعني. طيب تعالي بقى نشوف اخر جزء من الكولكشن عشان هم جاهزين واحنا نفسنا نشوف الحاجات. مزيكا. الله 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 الله، انت النهارده شرفتيني ونورتيني بجد. كولكشن حلوه ودمها خفيف حبيبي، عشان كده شغلت لك المزيكا. ربنا يكرمك يا حبيبي. وكل كولكشن وانت طيبه، ونشوفك على الصيفي حبيبي. ربنا يخليك. باذن الله الكولكشن الصيفي قريب هبقى معاكم ان شاء الله. بشكر مصممه الازياء استاذه رضوى سامي على وجودها معانا النهارده وعلى الكولكشن الحلوه اللي عملتها لنا. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.